سلطة تنظيم النقل الطرقي تطلق من العاصمة نواكشوط حملة تحسيسية تستهدف الولايات الداخلية للحث على التطعيم، وتشمل الحملة التحسيسية توزيع الكمامات ومواد التعقيم والمنشورات على المناطق المستهدفة بها. وأدرج رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي الحملة التحسيسية الرابعة والتي تخصص مرحلتها الحالية للولايات الداخلية في إطار تعضيد الجهود الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا من جهة، وشرح أهمية التلقيح للتحصين من الفيروس من جهة ثانية. تندرج هذه الحملة التحسيسية وهي الرابعة من نوعها التي تنظمها سلطة تنظيم النقل الطرقي للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك لما يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني من أهمية لصحة المواطن، ولما يحتله قطاع الصحة بصورة عامة في برنامج فخامته الانتخابي وبرنامج أولوياتي على نحو أخص. هذه الفرق مجهزة بسيارات مثبتة عليها أبواق وتحمل عبارات تدعو المواطنين إلى التوجه إلى التلقيح وأخذ توصيات وزارة الصحة، وستجوب بإذن الله تعالى البلاد طولا وعرضا للتحسيس بخطورة هذه الجائحة. ويتوقع أن تجوب السيارات المتنقلة الأسواق والشوارع ومحطة النقل الطرقي بالولاية المستفيدة لتوعية المواطنين بخطورة الفيروس وحضهم على التوجه إلى مراكز التطعيم باعتباره الوسيلة الأنجع للتحصين ضد المرض. جميع الولايات مستهدفة، تقيس الفرق عندها سيارات عليها مكبرات الصوت، تجوب الشوارع ومحطات النقل الطرقي والمتقيات الطرق الأكثر ازدحاماً والأسواق، الهدف منها تحسيس المواطنين وتعبئتهم على استخدام الإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وغسل أيدي بالصابون والمعقمات والذهاب، تحثهم على الذهاب شور المستشفيات ومراكز الصحية لأخذ اللقاح. هذا فيروس فتاك وخطير، والآلية الوحيدة للتخفيف منه والله محاربته اللي انقال اللقاح. وتعقب الحملة التحسيسية التي تستهدف محطة نقل الطرقي بالولايات الداخلية إطلاق السلطة لحملات مماثلة طالت الأسواق وملتقيات الطرق بالعاصمة نواكشوط، وأوزعت على هامشها الكمامات ومواد التعقيم والمنشورات التي تحث على اتباع الإجراءات الاحترازية وضرورة التلقيح ضد كوفيد 19.